يؤكد الأطباء والمتخصصون أن الطفل منذ ولادته حتى سن 5 سنوات أكيد يحتاج للرعاية الصحية الشاملة من الأبوين، والتنبيه لما يعاني منه من مشاكل في عينيه اللي أغلب الآباء طبعا ينسوا أنهم يفحصوهم، أو بصره بعمل فحص دوري له ومراقبة تحركاته وحركته. راح نحكي عن هالموضوع أكثر أكيد مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة إلهام القحطاني، حياك الله. أهلا وسهلا فيك وشكرا على استضافتي، ويسعدني أن تواجدي بينكم لتسليط الضوء على أهم المشاكل عيون الأطفال. جميل. طيب دكتورة إلهام، حنا نعرف أنه يعني عيوننا حنا نهملها، فأن الطفل عنده كذا ضعف، في دلالات، في أشياء تدلك أنه والله طفلك عنده ضعف، مثلا إذا ما يعرف يقرأ، إذا يعني تشوفينه يصدع هذه، أو يغمض عيونه، يغمض عيونه، يحاول أنه كذا يلم عيونه شوي عشان يقدر يقرأ، الأهل ما ينتبهوا له، يعني في دلالات واضحة أن الطفل يعاني من شيء بعيونه، فإيش الأشياء اللي يعاني منها؟ أبرز الدلالات مثل استمرار جلوس الطفل أمام شاشة التلفاز مسافة قريبة جدا، أو محاولة مسك الكتاب أو الجوال مسافة قريبة من وجهه كذا، يعني أوكي. يكون قربة له، أو فرك العين مستمر، بالإضافة إلى ذكرت نقطة فرك العين. فاحنا نعرف انه لما نحك عيننا ناذي شيء من جوه، انه ايش الاشياء اللي ناذيها بعيننا؟ فرك العين باستمرار يؤدي الى تغير تحدب القرنيه. أوكي. فالافضل تجنب فرك العينين. الطفل لما يفرك عينه بشكل مستمر احيانا يحاول ان وضوح الرؤيه له، بعضهم بالرمش المستمر المتكرر، فهذه بعض الدلائل اللي يجب على الوالدين أخذ الطفل لفحص النظر ومعالجته بشكل صحيح عند الأخصائي المختص في عيون الأطفال، بالإضافة إلى الصداع. هذه من أبرز المشاكل، من أبرز الدلائل على وجود عيوب انكسارية. أيضا التدميع عند بعض الأطفال يكون بسبب عيوب الانكسارية، أو إغلاق إحدى العينين عشان يشوف بشكل أوضح. بعضهم يكون عنده حساسية من الضوء بسبب وجود اللابؤرية أو ما يسمى الاستجماتيزم، بالإضافة إلى عدم قدرة الطفل على تتبع القراءة مع باستخدام الأصبع، لأنه يكون ما يشوف القريب واضح. فكل هذه من أبرز الدلائل اللي يجب المبادرة بالكشف على عيني الطفل. طيب هذا بالنسبة في حالة لو كان الطفل عنده ضعف نظر، مع أنه يتهيألي ممكن مو بسهولة أنه أحد الوالدين أو الوالدين يكتشفوا أنه الطفل عنده مشكلة في ضعف النظر، اللي يمكن بعد ما يدخل مدرسة أو لما يبدأ شوية يكبر بحيث أنه يقرأ أو يرسم أو يكون ماسك آيباد أو كذا. لكن يمكن من أبرز المشاكل اللي بتواجه الأطفال من ناحية النظر دكتورة حكاية الليزي آي، أنه ممكن يكون عنده طول نظر ويأثر على النظر عنده، فممكن تصير مشاكل برضو. كيف ممكن الطفل يقدر أو الأهل يقدروا يكتشفوا المشكلة دي؟ هنا يأتي الوعي الأبوين للمبادرة بفحص الأطفال. فحص الطفل مفروض يبدأ من عمر 6 أشهر، بغض النظر. أيوة 6 شهور، خصوصا إذا كان في عامل وراثي. لا بالعكس، مفروض يبدأ من أول فحص، مفروض يبدأ من عمر 6 شهور. حسينه صغير يعني دائما، إذا قلنا الآن قدام الأمهات أنه عمره 6 شهور، واحدة شايلة ولدها بيدها عمره 6 شهور، تقول لك صغير. بالعكس، يبدأ الفحص باستخدام القطرات لاكتشاف العيوب الانكسارية. فكل ما كان أبكر، كل ما كان التشخيص أبكر، كل ما كان العلاج أسهل، خصوصا إذا كان فيه عامل وراثي زي كسل في العين أو عيوب انكسارية، فيجب أن يبدأ من عمر 6 شهور. الفحص الثاني على عمر 3 سنوات، وبعدين على عمر أول ما يدخل المدرسة اللي هو 6 سنوات. طبعا المتابعات على حسب إيش يطلع من الفحص، بس كل ما كان أبكر كل ما كان النتائج والمحافظة على النظر ومنع كسل العين أحسن. لأن نضوج النظر عند الأطفال في أول 8 سنوات من العمر، بعد كذا يكون صعب أنه يتحسن علاج الكسل.
طيب دكتورة ذكرتي التحسس من الضوء، ويعني على حسب ما قرأت أنه دائما العيون اللي تكون فاتحة القزحية عندهم فاتحة هم الأكثر إصابة بتحسس الضوء، هل هذه المعلومة صحيحة أو لا؟ إذا نبغى نتكلم هذه من ضمن الأشياء والمشاكل اللي ممكن تصيب الأطفال. الحساسية من الضوء لها أسباب كثير، بالنسبة لأبرزها أنه ممكن يكون في عيوب انكسارية اللابورية أو الاستجماتيزم، بحيث أن النور والضوء الحين يدخل للعين يدخل بأشعة مبعثرة فيسبب لهم حساسية في الضوء. الأسباب الثانية مثلا إذا كان في سطح القرنية بعض الندب أو العتمات ممكن تسوي حساسية في الضوء. هناك أيضا بعض الأمراض الوراثية في قرنية العين تسبب حساسية، تسبب الفوتوفوبيا أو الحساسية الضوء. ف يعني حساسية الضوء شيء كبير، يعني موضوع كبير، يعني أنا هذا أبرزها. بعضها كمان يكون بسبب الشبكية، يكون في بعض الاختلاف في بعض التصبغات الشبكية اللي تسبب حساسية في الضوء. جميل. أشوف بعض الأطفال إذا توافقوني، قد شفتوا طفل أنه مثلا هذا البؤبؤ حقه يتحرك، يعني عينه هذه ثابتة بس هذا يتحرك لحاله؟ قد شفت الطفل صراحة واستغربت، ما خفت بس أنه استغربت أنه ليش عينه تروح يمين ويسار لوحده، عين واحدة. هذا إيش مشكلته؟ هذا ممكن تكون أنت تقصدين ممكن الحول، اللي هو عدم تناسق المحور البصري للعينين. فإذا كان يركز بعين واحدة والعين الثانية اللي هي تنحول، هذا يدل أن عنده مش حول، تتحرك، تهتز، اي يعني تتحرك ما تجلس ثابته. اذا كانت تهتز، اذا كانت تهتز هذا اللي هي الرقرقه. اوكي. الرقرقه لها اسباب متعدده. ف اول ما لا تلاحظ الابوين هزه في العين، يجب المبادره على طول لفحص العينين لمعرفه السبب. طب ايش هي، ايش ممكن تكون اسبابها الواضحه؟ ممكن يكون عند الطفل من الولاده الساد أو الماء الأبيض اللي يحجب النظر، يحجب الضوء أنه يدخل للعين، مما يؤدي إلى الكسل، وبعد كذا يفقد البصر في هذه العين، عشان كذا يصير عنده الاهتزاز أو الرهرهة. يعطيك ألف عافية دكتورة إلهام، أكيد إن شاء الله يكونوا كل الأمهات استفادوا، ولازم من عمر 6 أشهر، صراحة المعلومة دي فادتني أنا كمان، أنه من عمر 6 أشهر إلى 5 سنين لازم يكون في فحص، خصوصا ودوري. إذا كان هناك عامل وراثي. جميل، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا لكم على الاستضافة. هلا بك. خلونا نطلع فاصل، أكيد راجعين مكملين.